اتوقع لازم نروح المطار، باقي شوي تروح الطياره. السلام عليكم شباب، اخيرا الى المكان اللي ما حد يعرفه. بعد ساعتين راح نوصل. لسه ما صورت يا عمي، قبل صور. والله جد قبل صور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم شباب بيوم جديد، والحين بإذن الله متجهين إلى الشخص أو الفريق أو فلان. تمام، بس مين تتوقع؟ ما أدري، إذا أنت قاعد تتابع المقطع لا تنسى تحط لايك واشتراك، توقع بالكومنتات مين. فيبقالنا يمكن ساعة مشوار عشان نوصل، وطبعا أنا طالع مع مين؟ مع ولد خالي. كيف حالك؟ السلام عليكم. هلا والله، تبغى تقول لهم شيء؟ كيف حالكم طيبين؟ هلا والله. فيلا بسم الله ننطلق. وحاب اقول لكم انه جبنا العيد ثاني مره، للاسف طلع المكان مره بعيد وكان في زحمه وصار شيء وجبنا العيد يا شباب. انا المقطع كله عيد، تابع المقطع الاخير عشان تعرف. واخيرا بعد 50 دقيقه يمكن وصلنا الحمد لله. يعطيك العافيه كابتن يزن حبيبي. سوق سوق نموت. شوفوا وين وصلنا، هذا الفريق اتوقع كلكم تعرفوا، ما ادري واضح بس هو واضح. تمام، واخيرا بعد 700,000 كيلو. طبعا يا شباب ابشركم وصلنا متاخر. هنا فالكون يعطيهم العافيه، وصلنا متاخر، خلص الاحتفال وخلص كل شيء. جي مشوار يعني كان على الفاضي، بس شكرا والله. نروح اللي بعد. زي ما شفتوا قبل شيء رحنا عند فالكونز، وطلع الشباب ماشيين. احنا كنا جايين عشان المليون، وصلوا مليون في قناتهم البروك، بس قالوا انهم مشوا بعد قبل نص ساعه. ما حصل خير. فالكونز تشوفوا هذا المقطع. شباب الله سامحكم. الحين راح نروح عند فريق ثاني، اوكي شباب؟ اتوقع عرفت مين الفريق الثاني، بس شباب نبغى نحاول. يعني احنا الاول كنا هنا جحفلنا، والثاني ان شاء الله ما نتجحفل، بسم الله توكلنا على الله. واللي يسالني ليش قاعد اصور كذا، نسيت الستاند في المطار. شكرا لكم. يلا طبعا يا شباب احنا ما ادري وين، فيلا. تمام، اتوقع كلكم على فيلا باور، اوكي؟ ما ادري وين مخطوفين شباب، وين ساكنين هذول ما ادري، بس ان شاء الله تمام. ودقينا مشوار يمكن ساعة ونص ساعتين، ان شاء الله ما يروح على الفاضي. شباب احنا وين؟ انتم شايفين احنا وين؟ باور، وين ساكنين؟ ولا احنا رايحين لوكيشن غلط؟ طيب يا شباب وصلنا. لازم احد يتصل ويدخلنا، وما شاء الله الشباب مو راضين يردوا، مشغولين. فجي جي ما مشوار ساعتين راح على الفاضي بنص الصحراء زي ما تشوفوا. شكرا الله. خليني اقول لكم ايش صار الحين. وصل فايروس ونواف المسؤول عن الفيلا، كان المقطع الهدف انه نقابل باور هانتر اللي هو ابراهيم رئيس فريق باور، بس بعد ما وصلنا اتصل عليه ما يرد، اتوقع ما ادري ايش صار فيه، مشغول. بس حصل خير يا شباب، وراح نرجع بعد ساعتين. طيب ايش صار؟ الو، شكرا يزن على هذه، ومعليش على المرمطه. لا عادي في الخدمه. حبيبي هذا رجين. يلا السلام عليكم، يوم جديد يا شباب، وراح نرجع عند فالكونز، اوكي؟ اخر مره رحنا كنا متاخرين وخلصوا كل شيء، بس هذه اخر مره وراح نروح. وشباب ان شاء الله انه هذه السفره 1,700,000 كيلو متر ما راحت على الفاضي، ونشوف فالكونز اعتذروا ما راح يقدروا. طيب ايش سوينا بالسعوديه؟ كل شيء نزلته على حساب الانستغرام، طلع لكم هنا. اي سوينا فعاليات، رحنا موسم الرياض، موسم واشياء خرافيه مره، وفلينا امه عندكم تشوفوا كل شيء هناك. والحين باذن الله منطلقين، واخيرا راح نسويها والله ما ادري، بس دعواتكم. انسوا لايك الاشتراك اذا انت للحين قاعد تتابع المقطع. كون لك وتشوفكم هناك. لا تنسوا تكتبوا لي افكار في الكومنتات تبغون اسويها مع اي شخص او اسويها في الرياض، في اشياء مره كثير مجنون يمدينا نسويها. وزي ما شفتوا باقي 42 دقيقه، طبعا مره بعيد المكان ما ادري ليش، هم باخر العالم، فتخيل انه ساعه رايح ساعه رايح جاي، فسوينا اشياء كثير عشانكم. وشباب قاعدين نحاول نطور المحتوى قد ما نقدر. طيب يا شباب نعطيكم ابديت، ايش صار؟ كان باقي ساعه ونوصل، والحين لسه احنا بالزحمه. شوفوا ما شاء الله 18 دقيقة. طيب شباب وصلنا الى فالكون، نخش من هناك اتوقع او ما، المهم انه راح نسويها. ويعطيه العافية يزن طبعا هو اللي وصلنا. هذا فالكون. طيب شباب هنا انجازات فالكونز، والله ما شاء الله عليهم، شوف كم جائزة، والله ديم. هنا بطاطا بندر الحين قاعد نستناهم، وخرافيين مره. طيب يا شباب قبل شوي كلمنا فالكون عثمان اللي هو مدير صناع المحتوى، واليوتيوبرز بعد شوي جايين. طيب يا شباب شوف الحين مع مين. شوف شوف من جاء. هلا كيف حالك؟ حبيبي حبيبي
حبيبي. يا مرحبا. الله يحييك. تبغى تقول لهم شيء المقطع؟ تشرفت في الرجال الطيب. ريان اسمه. ريان شديد. الله يسعدك يا حبيبي. حبيبي. اهلا وسهلا. يعطيك العافية. تخيل اني جيت 2000 كيلو متر عشان اجي هنا. من وين جاي؟ جاي من الاردن وطيارة واسبوع اللي راح. دارك جاي هنا. اي جاي هنا على طول عشان. حياك. اي وريتهم طيب. وهذا باقي شباب. جاي نصور مقاطع والله. حلو انتم. جاي صور لحالي بس. انا جاي صور عشان فالكون بس جيت من هناك. عشان اصور مع فالكون. تقابلت احد قبلي ولا لا؟ والله انت اول واحد والله. انا حظك انا اليوم بختار مقطع انه بيجون الشباب يصورون. ايوه كلهم جايين. كلهم كلهم جايين. طيب اسمع صحيح يا شباب. محمد قال انه الحين في مقطع قاعدين يصوروه. تمام انا جيت في وقت فيه تصوير بس كلهم جايين. مين ما تبغى. كل اعضاء فالكونز جايين هنا الحين نشوفهم. وشفت قلت لكم 1500 مليون متر اللي سفرناها وجينا وكله عشان المقطع هذا. مو على الفاضي الحمد لله. اذا ما حطيت لايك واشتراك ما ايش قاعد تسوي. ما ادري واضح. حط لايك اشتراك. السلام عليكم. كيف حالكم؟ قاعد اصور ها؟ معليش مفاجأة. هلا والله. كيف حالك؟ اهلا وسهلا حياكم الله. الله يحييك. تعال يا اهلا وسهلا. شوف انا قاعد اصور مقطع قاعد اسافر يعني الحين انا سافرت 2000 كيلو عشان اشوفكم. والله سافرت طيارة. السلام. الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله. امورك طيبة؟ والله الحمد لله تمام. والله انا شوف قاعد اسافر يعني صورت مقطع مع مستر بي. صورت مع عليكم. كيف الحال؟ معك ريان شديد الصندوق. كلية 60 ساعة بالصندوق. لك 60 ساعة بالصندوق. 40 لحظة. انت صلك بالصندوق هذا ابو فلة والحين مع فالكون. يا حظنا. انت اول ناس انه من جد معكم. جيت الاحد اللي راح بس جيت متاخر. كنت بحتفل معكم بالمليون. ايه كنت الف مبروك اول شيء المليون. الله يبارك فيك. بالعشرة. الله يبارك فيك. انت تبغى تقول شيء للمقطع؟ الله يبارك فيك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ونورتنا وعز من يجي والله. يا حبيبي. يا حبيبي. وان شاء الله يعني يقولون بعد اجيب 2 كيلو ان شاء الله يا حبيبي. يا حبيبي نورت. فالحين ببدا. السلام عليكم. هلا وعليكم. كيف حالك؟ هلا والله. هلا والله. هلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ تبغى تقول شيء للمقطع؟ اول شيء الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. سافرت 2000 كيلو. ايوه تخيل انا ايش سويت؟ سويت مع مستر بيست. سويت مع ابو فله والحين قاعد في بالك. والله وانت على مستر بيست. لا مو قبل. سويت مع تحدي. تحديني اعيش جوا صندوق لمده 100 ساعه وسويتها وعشت بقرش لمده قرش واحد. تمام هذا القرش لازم اعيش فيه 30 يوم واسافر لدبي واروح اعطيه لابو فله وسويتها. سويت سلسله احضر 50 مشهور. حابب تكون منهم؟ ايوه اكيد يا حبيبي. يا حبيبي والله شكلها قناه اسطوريه هذه. ما نعرف ايش اسمي. ريان شديد. ريان شديد. ايوه ريان شديد اسمي والله. والله قاعد احاول قاعد احاول. والله كفو عليك. تبغى تقول لي شيء تنصحني؟ ابغى اقول للي يتابع هذا المقطع اشتركوا عند الرجال. يا حبيبي يستاهل. يا ولد ايش الجنون هذا؟ لازم شيء كذا. حتى عشت بالمطار 24 ساعه. سويت اشياء مجنونه بندر. والله والله مجنونه. قاعد نحاول. استمر حبيبي. مين قد قابلت احد في فالكون ولا لسه؟ قابلت محمد المكسيكي اول واحد. لا دحين عندنا مكان. ايوه هو قال لي كل الشباب جايين. قال لي صور معي سوا. حبيبي والله تشرفت. والله شرفني. الله يحفظك. كذا خلصنا التحدي وشفنا فريق فالكونز بعد 1500 كيلو متر. شكرا لكم على المشاهده. اكتبوا لي في الكومنتات ايش تبغوا يكون المقاطع الثانيه. السلام عليكم.